مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وبضيف فقه الحياة في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عباس صالح من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك من جديد. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عباس، بداية، من هو الشهيد؟ تعريف الشهادة في الإسلام. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أصحابه ليجيب على هذا السؤال بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من الشهيد؟ قالوا: الشهيد من مات في سبيل الله في أرض المعركة. فقال: إذن إن شهداء أمتي لقليل، لكن المبطون شهيد، والغريق شهيد، والميت تحت الهدم شهيد. وعدد صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشهادة في سبيل الله، أن الميت بداء في بطنه شهيد، وأن الميت بالطاعون شهيد، وأن الميت تحت الهدم شهيد، وأن الميت في الغرق شهيد. فأنواع الشهادة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عظيمة جدا وتسع مجال كبير، لكن المجال الأكبر والثواب الأعظم لمن مات في سبيل الدفاع عن عرضه ووطنه ودينه. من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه أي وطنه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما سأل الأعرابي إن الرجل ليقاتل حتى يرى مكانه، ويقاتل حتى يعني يسمع عنه، فيقال قاتل فلان، ويقاتل حمية يعني شجاعة عن قومه، ويقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم فضيلة الدكتور، ربما يفتح هذا مجالا للاختلاف. البعض يعتقد أنه ببعض الأفعال ربما ينال الشهادة ولكنه على باطل. من الذي يحكم بأن هذا الفعل هو فعلا من أجل الله ورسوله ولرفعة هذا الدين، وليس عن ضلال اعتقادا منه أنه بهذه الفعلة هو ينصر الله وينصر رسوله؟ الذي يقرر ذلك ديننا الحنيف، حين قرر أن القائم على هذا العمل هو صاحب الدولة ورئيسها ومقر ما فيها، وهو رسول الله حيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى لا تصير الأمور هكذا فيدفع كل واحد ويحكم برأسه وبعقله، فقد يؤدي به إلى ضلال. نعم. فيقتل مسلما ويستحل دمه، كما فعل كثير من الناس بخطأ، لأن شيوخهم كانت هذه الكتب التي قرأوها، وقالوا: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. لأن أهل العلم والقائم على الأمر من الأزهر الشريف لا يقر، القائم على الأمر الديني، مرجعية ليرجع إليها أهل الإسلام، فلا يستحل مؤمن ولا مسلم دم مسلم بغير حق، ولا يبيح الشرع لأحد أفراد الناس أن يقوم بذلك من تلقاء نفسه. نعم. ولكن هذا الأمر أمر تقرره الدولة في الإسلام، فتقرر أن تدفع عن أرضها وأن تدفع عن عرضها وتجيش الجيوش لذلك. فمن أقام نفسه في خدمة هذا الأمر مرابطا في سبيل الله، لرباط ساعة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. نعم. هذا الرباط في سبيل الله خدمة لهذا الوطن، سواء قاتل أو لم يقاتل. تخيل حضرتك أنه إن ربنا لما يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هم يقولون: يا رب، نحن جاهزون لأمر دينك، مستعدون لأمر وللدفاع عن أوطاننا، لأن حماية الوطن دين ندين به إلى الله،
وهو من الإيمان. لما يفعل ذلك يكون على الثغر مستعد للدفاع عن أرضه أو عن وطنه. لكن أن يبيح الناس بما أخطأ قديما أو حديثا أناس أيا كان اسمهم وأيا كان كنههم، لأنهم مارضوا ورفضوا وأسقطوا الرموز من الأزهر الشريف ومن العلماء المعتمدين عبر تاريخ الأمة المجيد، ورفضوا كلامهم وصنعوا لنفسهم ولأنفسهم مرجعيات أخرى لا يقرها الوسط الديني، دين الوسطية. دين الوسطية منهج الأزهر منتشر عبر الدنيا من تاريخها وعرضها وطولها، على نفس المنهج الوسط الذي اجتمع عليه علماء الأمة عبر تاريخها. لكن أن يصنعوا لأنفسهم مرجعيات، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فيصنعوا أناسا ما تعلموا على يد العلماء ولا فهموا على يد الفقهاء، ولكن قرأوا، ولما قرأوا فهموا برؤوسهم وبعقولهم فهما معوجا، فاستباحوا به الدماء واستحلوا به الحرمات، ثم رجعوا فندموا ولا تساعة من دمي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولأنه صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. طب الإنسان بنيان الله، هل الإنسان المسلم أم الإنسان على إطلاقها؟ إن الإسلام دين عظيم، دين إنسانية يا أستاذتي الكريمة، وضح بما لا دع مجالا للشك أنه ما جاء للمسلمين، ولكن جاء ليقيم الخلق الكريم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني بينادي على كل الدنيا: يا أهل الدنيا جميعا، إنما جئنا لنطبق الخلق الكريم، ولنقول ما يعني بأننا ما ابتدعنا الخلق، ولكن جاء بالخلق أديان أخرى. بل أناس ليسوا على دين أصلا كان عندهم من الخلق. النبي يقول: إنما بعثت صلى الله عليه وآله وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني إيه؟ يعني ما فيش أي مخلوق على وجه الأرض يكون بجوار مسلم فيصيبه الأذى من مسلم، ما يصاب بأذى أبدا من مسلم، لأنه أسلم نفسه وقياده لأمر الله، وعلم أنه يحمل الخير للغير، وأنه يدل الخلق على باريهم عز وجل، وأنه يحب نجاتهم في العاجل والآجل. وأن النبي علمه صلى الله عليه وآله وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهو مصدر للأمان في كل مكان. يشعر الناس بجواره بأمن على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى نسائهم، فيرتاحون لذلك ويطمئنون له ويتمنون أن يدوم هذا الجوار. طب فضيلة الدكتور، البعض بيرى أن اختلاف الآخرين عنا في العقيدة أو في الإيمان وفي الدين، حتى وإن كان في نفس الدين، يعني الشيعة مثلا هم أعداء لنا، وبالتالي محاربتهم أو قتالهم أو الموت في سبيل القضاء عليهم هو نيل للشهادة، كيف ترى ذلك؟ نحن ما جئنا بالقتل، وما جاء ديننا بالقتل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جنازة يهودي تمضي قام لها وبكى صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا: إنها جنازة يهودي، قال: نفس تفلتت مني إلى النار. ثم قال لهم: أوليست نفسا؟ هذه النفس لما قال: نفس تفلتت مني إلى النار، أنا ما جئت في الدنيا لعقاب الخلق على توجهاتهم ولا على انتمائهم ولا على أفكارهم، إنما جئت في هذه الدنيا لأدعوهم إلى الخير الذي ذقت وعرفت وأحببت، لأدلهم على الله عز وجل، أن السعادة في دنياهم وأخراهم في القرب في الوصل،
في أن يكون للعبد صلة بربه عز وجل، في أن يكون له مدد ونور ممتد من الأرض إلى السماء ومن هنا إلى الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أيا كان هو الخلاف بيني وبينه، ما يجمع الناس أكثر من الأمور التي يختلفون فيها. الشيعة مثلا أغلبها يقاس على أنها من المذاهب الإسلامية. هذه المذاهب الإسلامية اللي بعض الناس بيكفر بعضها، أو يعني أنا ما أمرت شرعا ولست كقاض أنزل العقوبة على الخلق والأحكام عليهم، إن الحكم إلا لله، ربنا اللي يحكم على الخلق في الدنيا والآخرة. أنا ما جئت إلا أني أرى أني على الخير، ذقت الخير فأتمنى لهم الخير، فأدعوهم إليه، أحب لهم الخير وعاملهم بخلق كريم. تخيلي حضرتك دول شرق آسيا كلها ما أسلمت بعقاب ولا باختلاف ولا بحرب ولا قهر، وإنما آمنوا بخلق كريم، بتجار أمناء والتاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. كان الواحد منهم يقول لمن يشتري منه: يا أخي لقد بعت اليوم، فاشتري من أخي فإنه لم يبع اليوم. فهذا الخلق الكريم جعلهم مصدر أمان ومصدر حب من الناس. أراد الناس أن يذوقوا الخير الذي ذاقوا فآمنوا. الدليل على كده إيه؟ إن كان صاحب شركات غير مسلم وما ذاق الراحة أبدا ولا السعادة يوما من الأيام، في فرع من فروع شركته وجد رجلا كلما ذهب وجده بابتسامة، وجده مرتاح النفس، مرتاح الضمير، يعيش في راحة نفسية. فقال: أنا عندي مال كثير لكني يوما ما ذقت الطمأنينة ولا رأيت الراحة، وأبحث طيلة عمري عن السعادة ما رأيتها، فما تصنع؟ قال: أنا سعيد في كل أحوالي. قال: لماذا؟ قال: لأن نبيي علمني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: أإني لو أسلمت أذوق ما تذوق من من السعادة؟ قال: نعم. قال: ما يفعل ما يريد من يريد أن يسلم؟ قال: يفعل كذا، واغتسل وانطق الشهادتين. قال الرجل: فمذ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أصابتني سعادة ما شعرت بها قبل في حياتي كلها. أقصد أننا ما جئنا نحارب الخلق، إنما جئنا دعاه، جئنا هداه، جئنا نسير مسار النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي على خطواته. يحب الخير لكل الخلق ويدعو الناس إلى الله حتى يأتيه الملك: لو أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين. هو هذا ليس هدف أن يهلك الخلق ولا الناس، هدف صلى الله عليه وسلم الهدف الأعظم، أن النبي يريد الخير لهم في الدنيا والآخرة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال للملك: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحد الله. فقال الملك له: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. فيا من تريد المنهج الصحيح، هذا منهج الرؤوف الرحيم، سر على منهج الرؤوف الرحيم للدنيا كلها، تحمل لها الخير والسعادة والجنة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، ساعتها تشعر بقيمة ما تحمل من دين ليس عقابا للخلق، دين سماحة وسعادة وخلق كريم يحمل الخير للغير وينفعه في حياته وبعد مماته. حقا فعلا فضيلة الدكتور. طب منزلة الشهيد فضيلة الدكتور، فضيلة الدكتور احنا بنعتبر الشهداء يعني بنفرح لهم، لكن عايزين نعرف المنزلة اللي بيحصلوا عليها، وليه احنا فعلا بنفرح ليهم رغم ان احنا احيانا ما بنبقاش عارفين المنزلة والقيمة العالية اللي بيحصل عليها الشهيد بنيله هذه الشهادة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذه حياة لهؤلاء، ولذا لأن الله عظم أجرهم، ولأن الله اشترى منهم، ولأنهم فضلوا ما عند الله على ما عندهم، ولأنهم لم يبصروا ما تحت أقدامهم، ولم يبصروا هذه الحياة لأنهم علموا أنها زائلة. فسأل عمير بن الحمام رسول الله: يا رسول الله، أرأيت إن أنا دخلت المعركة فمت هل أكون شهيد؟ هل أكون في الجنة؟ قال: بلى. قال: أما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ثم رمى بها ومضى في المعركة، فمات شهيدا رضي الله عنه أرضاه. ما يجد هذا الشهيد في حياته إلا أن يرى مقعده من الجنة، ما يجد من ألم إلا كمس القرصة، ما يجد من نعيم إلا أنه في حواصل طير خضر في الجنة تغرد كيف تشاء، ما يجد من راحة إلا أنه يلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ما يجد كما وجد عبد الله والد جابر بن عبد الله الذي نزلت بسببه هذه الآيات لما سأله ربه: تمنى يا عبدي. قال: يا رب، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثم أقتل فيك ثم أقتل فيك. يقول: أما إني قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، بل أخبر قومي عني. فنزلت هذه الآيات. أختنا الكريمة، ما أجمل أن يكون هدف الإنسان رضاه عز وجل، ما أجمل أن يبصر الإنسان المكان في الجنة. يا أختنا الكريمة، كان سعيد بن العاص حبيب من أحباب الله، رجل من المبشرين بالجنة، سماه النبي حبيب من أحباب الله. هذا الرجل كان في معركة من المعارك لم ينم منذ أيام، فحلف عليه صاحبه ومعاونه في مكانه وهو أمير أن ينام وهو يحرسه، فنام، فإذا به يسمعه بعد أن استغرق في النوم يقول: يا عيناء يا مرضية، إني والله لا أريد أن أرجع. فأيقظه وخاف عليه، فلما أيقظه قال: ماذا رأيت؟ قال: والله يا ليتك ما أيقظتني. نعم. فقال، أقسم عليه أن يحكي له ما جرى. قال: والله رأيت كأني في الجنة، ورأيت كأني أمام قصر من قصور الجنة، وإذا بالحور العين أرى نساء ما أجملهن، فأسألها: أنت الحور العين؟ تقول: أنا الوصيفة، حتى أمضي درجات من جمال النساء، وكل واحدة أظن أنها الحور العين. فإذا به يصل إلى أن يجد زوجه من الحور العين واسمها العيناء المرضية، فمد يده إليها فقالت: يا سعيد، حسبك، هذا ليس لك الآن، إنما أنت في الدنيا. وهو يقول لها: أنا لا أريد أن أرجع إلى الدنيا. نعم. يا عيناء يا مرضية. قالت: ميعادك معنا بعد 3 أيام. وبعد 3 أيام يسمعه صديقه بعد أن طعن قبل المغرب وهو صائم، وهو يقول: أنا قادم إليك يا عيناء يا مرضية. نعم. يا أختنا الكريمة، من أحب الجنة وأحب أن يلقى ربه عز وجل بذل نفسه، بذل وقته، بذل ماله في سبيل ربنا سبحانه وتعالى، من أجل رفعة الإنسانية كلها. نعم. أوطانه، مسلمين غير مسلمين، هو يحمل الخير، ليس في قلبه إلا الحب، ليس في قلبه بغضاء ولا كراهية ولا حقد ولا غل لأحد من البشر. نعم. هذا الإنسان الذي ينظر إلى هذه الجنة، كان أحدهم ذات يوم نذر أن يهب الحور العين مهرا لإحداهن أن يختم القرآن قدرا من الختمات 20-50، فنام قبل أن يتمها،
فجاءته الحور العين في المنام تقول أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام. هذا ما جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن يكون من أهل الجنة. هذا الذي جعل سعد بن الربيع حين قال النبي وسأل عنه قالوا هو في المعركة، قال ابحثوا عنه واسألوه وقولوا له يقول لك رسول الله بعد السلام كيف تجدك، فيقول يا رسول الله بعد أن وجده الصحابة قال إني بلغ رسول الله عني السلام، وقولوا له إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وقولوا لقومي الأنصار لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله أو يصاب بسوء وفيكم عين تطرف. نعم. فيا أمتنا في كل مكان، يا شعوب الأرض، يا شعب مصر، لا عذر لكم إلى أمام الله إن خلص إلى رسول الله أو إلى دين الله أو إلى أوطان تحمل الخير وتحمل الإسلام وتحمل الخير لكل الخلق، لا عذر لكم أن تصاب بسوء أمام الله سبحانه وتعالى. فلتبذل لها الأرواح، ولتبذل لها المهج، ولتبذل لها الدماء، ولتبذل لها الأموال. يا قومنا، إن رجلا جهز جيش بلاده، عثمان، في يوم مؤتة يجهز جيش العسرة، والنبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هل لأمتنا اليوم كعثمان؟ هل لها من عثمان اليوم يرفع السوء عن كاهلها، يرفع الثقل عنها، يحمل أعباءها، ييسر لها كل طريق للخير، للتقدم، للرفعة، للنماء؟ الأمة تحتاج اليوم إلى أناس لا ينظرون تحت أقدامهم، بالتأكيد، ولكن ينظرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شعارهم كما كان عمرو بن الجموح وهو أعرج يقول إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. نعم. نسأل الله تعالى أن ييسر لأمتنا اليوم وفي كل يوم من يكون على هذا النسق، لا ينظر للخلق ولكن ينظر إلى الحق. عينه لا تسلط على الأرض، عينه ترتبط بالسماء.